للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي محمد شناوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. بداية، هنالك أنباء متضاربة عن انقلاب عسكري فاشل في السودان، ضبط على إثره رئيس الأركان المشتركة وعدد من الضباط الكبار، هل من معلومات عن هذه المحاولة الانقلابية؟ نعم، بالفعل كانت هناك اليوم محاولة انقلابية قبل ضباط من يتقدمون الرتب العليا، أبرزهم قائد المدرعات وعدد من الضباط في القوات المسلحة. لكن دعني أشير إليك إلى أن هذه المحاولة لم تكن هي الأولى، حيث سبقتها عدة محاولات أيام الماضية، وسبق أن تحدث رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان عن أن هناك عدة محاولات انقلابية لكن تم إيقافها. وقع على الذين تم القبض عليهم هم الآن محجوزون في السجون وتم التحفظ على عدد كبير، لكن هناك معلومات أيضا تشير إلى أن علي كفي وهو كان يعني تقلد وزير الخارجية نظام الثالث وأيضا قيادة وأيضا من ضمن المنطقة، لكن هناك أيضا بعض المنافسين أشاروا إلى أن هذه المحاولة ربما تكون تمثيلية، ربما للضغط على قوى إعلان الحرية والتغيير للرجوع أو للقبول بالتفاوض أو للقبول بالواقع الذي سيفرض عليهم هنا في الخرطوم، خاصة وأن هناك يعني مفاوضات لا تزال مستمرة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، لكن حاليا المفاوضات هي متوقفة تم إرجائها، وسيتم في مقبل الأيام النقاش حول الإعلان الدستوري. الآن أستاذ محمد، يعني هذه المحاولة العاصمة الأستاذية أديس أبابا تأخذ اجتماعات مكثفة مع قادة الحركات المسلحة، أستاذ محمد، أبرزها حركة التنفيذ ضمن حركة العدو والسواء وعدد الحركات هي الآن. أستاذ محمد هل تسمعني؟ ولذلك نعم هناك من يرى أن الحدث، أقصد المحاولة الانقلابية التي كشف عنها اليوم، أنه حدث مفتعل لتصفية بعض القيادات العسكرية المعارضة داخل الجيش السوداني، ما صحة هذا الكلام؟ نعم، صحيح أن هناك اليوم محاولة انقلابية كشفت عنها مصادر المجلس العسكري الفادت لأن هناك محاولة، وبالأمس كان هناك تلميح من ناصر العطا وهو عضو بالمجلس العسكري في وفد الصحف أشار إلى أن هناك كانت مواجهات بين نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان وأيضا قائد المدرعات، واليوم قائد المدرعات هو من ضمن الذين حاولوا في هذه العملية الانقلابية. لكن ألا ترون أن قائد قوات الدعم السريع الجان داويد سابقا بدأ، يعني ألا ترون أن قائد قوات الدعم السريع الجان داويد سابقا بدأ يأخذ الصدارة في المشهد العسكري والسياسي أيضا، وهو ما يزعج البعض؟ بالفعل النائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان وهو قائد قوات الدعم السريع وهو الذي يتصدر المشهد في عموم السودان، وهذا الامر لم يعجب عدد من قادة القوات المسلحة السودانية، خاصة وان هناك يعني حسب ما تحدثت اليك قبل قليل كانت هناك مواجهات كشف عنها ياسر العطا وهو عضو المجلس العسكري، كانت هناك مواجهات بين قائد او نائب رئيس المجلس العسكري ولواء قائد القوات المدرعات، هذا المواجهات كانت تتعلق بشان ان ما تقوم به الدعم السريع هو تجاوز الخطوط، خاصه وان البعض يرى انه هو تقليل من القوات المسلحه السودانيه، وكما تعلمون ان قوات الدعم السريع هي سيطرة على المشهد منذ العمليه الانقلابيه التي اطاحت الرئيس عمر بشير، وحتى الان لا تزال مسيطره في طرقات الخرطوم، وايضا نائب رئيس المجلس العسكري هو الان في كل يوم نشاهده في احدى مناطق السودان يخاطب الجمهور،
وبالتالي هو يعني هو مسيطر بصورة عامة في المشهد السياسي السوداني. نعم خطف الأضواء من القوات المسلحة السودانية. وايضا لو تلاحظون ان رئيس الميليشيا التحريري هو ايضا غائب تماما من المشهد، ظهور نائب الرئيس اكثر من الرئيس. نعم الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد شناوي، كنت معنا من العاصمة السودانية الخرطوم، شكرا جزيلا لك.